السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنشرح مع بعض إزاي نفعل زرار الباك سبيس مرة تانية في متصفح الفايرفوكس بعد التحديث الأخير من الشركة. أول حاجة هنكتب هنا في المتصفح أبوت نقطتين كونفيج وندوس انتر. هتجيلنا الصفحة اللي قدامنا دي، هيقولك هنا proceed with caution. طبعا هنتجاهل الرسالة دي وهندوس على accept the risk and continue. في البحث قدامنا هنا هنكتب backspace، هيظهر عندنا browser backspace action. طبعا بيبقى موجود عندنا رقم 2 واللي معناها ان الزرار ده متعطل في الاصدار الاخير من الفايرفوكس. طب هنعمل ايه عشان نفعل الزرار ده؟ هنكتب هنا 0 وبعدين هندوس على علامة الصح، وبكده نكون فعلنا زرار الباك سبيس مرة تانية على متصفح الفايرفوكس. طيب نعمل ايه عشان نتأكد؟ هنروح على متصفح جوجل، هنكتب مثلا احمد سمير وهندوس انتر. طبعا ديت عبارة عن تجربة عشان نتأكد ان الزرار شغال معنا. هندوس على الباك سبيس مرة تانية، هنلاقي الزرار رجع يشتغل مرة تانية على متصفح الفايرفوكس. وبكده نكون انتهينا من شرح النهاردة ان شاء الله. نلتقي بكم في شرحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.